السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ، اخبار حضرتك؟ الحمد لله. الشيخ انا عايز لك سؤالين. تفضل. انا طالب جامعي بسافر لجامعتي في محافظة تانية حوالي اكتر من 120 كيلو، فبكسر الصلاة، بكسر الظهر والعصر، واجمعهم اما جامعة تقديم او جامعة تأخير على حسب اليوم الدراسي بتاعي، تمام؟ فانا بنزل اصلي في المصلى بتاع الكليه. طبعا انا بنزل انا مثلا ثلاثه اصحابي بنصلي كلنا جماعه قصر يعني، فبتكون في نفس المصلى جماعه تانية بتصلي الظهر والعصر او الظهر والعصر صلاه كامله. فالمره اللي فاتت كنا بنصلي، فحصل خلاف بيننا وبين يعني بين الشباب اللي كانوا موجودين، بيقولوا لنا ما ينفعش تصلوا جماعتين في نفس المصلى. فبنقول لهم احنا بنصلي قصر وانتوا بتصلوا صلاه كامله، فما ينفعش ندخل معاكم او كده. لا ينفع تدخل معاهم إذا لم تكن هناك ضرورة، تدخل معهم وتصلي بصلاة إمامك. فإذا كانت هناك يعني جماعة منعقدة للمقيمين وأنت مسافر، فصل مع المقيمين وأتمم صلاتك. سئل ابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى نصلي فرادى صلينا ركعتين، وإذا صلينا خلف الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. يعني صلي مع المقيمين كصلاتهم. السلام عليكم.